اليوم راح نتكلم في الجزء التاسع من الرد على أسئلة المتابعين حول الهجرة إلى أمريكا للممرضين. سؤال من أحد الزملاء بيقول الواي فايندر تسمح للممرض بشفتات ثانية والشركات اللي ما تقبل ليش؟ شو هدفها يعني؟ مبدئيا الواي فايندر ما بتشغلك أصلا عشان تسمح لك أو ما تسمح لك. الواي فايندر عبارة عن شركة في الأردن بتطلعك على أمريكا عن طريق شركة توظيف موجودة في أمريكا مقرها في كاليفورنيا اسمها الويستويز، فأنت علاقتك مع الويستويز تمام؟ الويستويز بيسمحوا لك تشتغل مع شركات ثانية، لكن في العقد مكتوب أنه لازم المستشفى الثاني اللي بتشتغل فيه يكون بعيد عن المستشفى اللي أنت شغال فيه على الأقل 50 ميل، يعني حوالي 80 كيلومتر. بعض الشركات بتسمح وبعضها بتمنع تماما وبعضها بتسمح بشروط زي ما قلت لك قبل شوي 80 كيلومتر. ليش ما بتقبل بعض الشركات؟ لأنه في إشي اسمه الكونفليكت أوف انترست أو تضارب المصالح. أنا شركة توظيف ما بعين إلا ممرضين في مستشفيات، وفلان شركة توظيف ما بعين إلا ممرضين في المستشفيات، والمستشفى نفسه متعاقد مع الشركتين. فلو أنت رحت اشتغلت في نفس المستشفى يوم السبت معي ويوم الأحد مع غيري، يمكن غيري يعجبك، يمكن تعامله أحسن، يمكن مرتبه أعلى، فبكل بساطة ثاني يوم راح تقول لي أنا بدي أفسخ العقد وأروح معه. فليش أنا أسمح لحالي أنه يجي واحد يقاسمني برزقتي ويأخذ موظفيني مني؟ لا، بدك تشتغل في مستشفى ثاني لازم يكون في آخر الكوكب. فبتريحني وبتصير تقول لي خلص إذا في أوفر تايم بنفس المستشفى بشتغل، غير هيك انسى الموضوع. غير هيك أنت مش شرط الشغل الثاني يكون في التمريض. أنا بعرف كثير ناس بيقول لك أنا بفضل شغل الثاني يكون بعيد عن التمريض، ما بدي أقيس ضغط الصبح وأقيس ضغط بعد الظهر، ما بدي أعطي الدواء الصبح وأعطي الدواء بعد الظهر. في ناس كثير بيشتغل بالتمريض في مكان وبعد الدوام أو ثاني يوم اللي هو الأوف بيشتغل على تاكسي. في ناس فاتح بزنس أونلاين وشغال فيه، في ناس بدرس طلاب، في ناس بيعمل أي إشي غير التمريض، مش شرط تمريض يعني. لكن بشكل عام تشتغل وين ما بدك سواء قريب أو بعيد مش مشكلة، لكن في نفس المستشفى كل شيفت عن طريق شركة هذا ما حدا بأمريكا كلها بيسمح فيه. أميرة المليجي أكيد مصرية بتقول هل لو مش معايا فلوس لليو وورد ينفع أذاكر الإنكليكس من اليوتيوب؟ أنا لسه طالب امتياز. طيب بنفع تدرسي من أي مكان، لكن أنا بنصح بهذا الموقع. ليش؟ أولا أنا جربته ونفعني كثير جدا. رقم اثنين غير انه اسئلته شبيهة جدا باسئلة الامتحان، الاسئلة اصعب من اسئلة الامتحان، يعني لو جبت فيه 60% راح تجيب في الامتحان الحقيقي 99%. رقم ثلاث في فوائد ومعلومات موجودة في الراشونال او الشرح تبع الجواب مش موجودة في الكتاب الاصلي، راح تفيدك وراح يجي منها اسئلة برضه. وغير هيك اغلب الناس يعني الناس الاحسن مني والافهم مني وفي دكاترة الجامعات حتى قالوا لي هاي الكلمة نصحوني فيه وقالوا لي هذا احسن موقع من ناحية الاستفادة في التجهيز لامتحان الانكليكس. لكن نصيحة، إذا بتفهم المادة بأي طريقة بالكون إن شاء الله بطريق الحظ خلص خليك على اللي أنت متعود عليه. في نوعية من البشر بدخل على الامتحان إذا كان كله ملتيبل تشويس بيلعب فن حرفيا، بيشتغل ملك ولا كتابة وبتزبط معه ثلاث أرباع الحالات خلص هيك ربنا خلقه الزلم محظوظ. إذا في أي طريقة في الدنيا، أي طريقة في الدنيا أنت متعود تمشي عليها وبتجيب لك علامة عالية خليك عليها ما في مشكلة. لكن في ناس بتحب تمشي على الأصول وبتحب تزيد فرصة النجاح، فبتشوف كل اللي قدموا قبلها ونجحوا شو عملوا فبتعمل زيهم. هاي هي كل القصة، ومش إجباري إنك تشترك فيه، لكن إحنا بننصحك لو حابة تضمني أعلى احتمال للنجاح تشترك فيه. طبعا كل الشكر للزملاء مؤمن عزام، غانم عز الدين، وفي أكثر من واحد يوزر 123 وأسماء مش واضحة. مبروك مبروك مبروك، كتبوا لي على فيديو تعال اقول لك شو صار معي بالسفاره، كلهم عرفوا انه انقبلت بالسفاره الامريكيه فبعتوا لي مبروك. كل التحيه لكم، الله يبارك فيكم ان شاء الله عقبالكم. حمزه كريشان بيسال عن بريطانيا بقول بالنسبه لتمريض الانفورماتكس وتمريض الاثيتكس كم باخذوا رواتب سنويه؟ الانفورماتكس اللي هم جماعه الكمبيوتر اللي بيخترعوا برامج زي حكيم وما شابه، والاثيتك اللي هو تمريض التجميل. ارجع للفيديو نفسه مذكور فيه شو هي انواع الباندز اللي في حزم الرواتب في بريطانيا وكل باند شو بتتضمن. في اول الفيديو انا ذكرت لك الموقع اجندا فور تشينج، ادخل عليه واكتب وين يقع تمريض الانفورماتكس راح يقول لك وين. فهو الراتب بفرق حسب الباند،
انت مش مجبور تسأل قديش الراتب للتخصص الفلاني، انت بس لازم تعرف التخصص الفلاني لأي باند بتباع وراح تعرف لحالك. حمزة بيسألني طيب بالنسبة للدورات، المستشفى اللي بيطلعك دورات ولا على حسابك؟ الجواب طبعا على حسابك، ما انت المستفيد. يعني انت راح تاخذ الدورة مهما كانت مدتها ومهما دفعت فيها، انت راح ترفعك 2 3 سنين في الخبرة، او ممكن تنقلك من باند لباند انه مدتها 1 أو 2 سنين. عبد الحميد صبري ابراهيم بيقول ربنا يجعله في ميزان حسناتك، بارك الله فيك اخي. أسامة جلال بيقول لك افضل ولايتين مناسبتين للعائلة هم ايه وايه؟ انا قلت اكثر من مرة وعملت فيديو خاص للقصة هاي انه ما في اشي اسمه شو هي احسن ولاية في امريكا، حسب ايش؟ فحضرتك تفضلت وقلت لي حسب العائلة، يعني بدك انه بالعربي الاولاد اخلاقهم ما تفسدش. بشكل عام بدك تدور على ولاية عدد سكانها قليل، معيشتها رخيصة ورواتبها قليلة، زي مثلا انديانا، مينيسوتا كويسة، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية كويسة. ابعد عن الولايات اللي فيها عدد سكان كبير جدا وعيشتها غالية جدا ورواتبها عالية جدا، زي نيويورك، كاليفورنيا، فلوريدا، إلينوي، سيبك منهم هذول. سهيل سامر كاتب الله يكتب لك الخير بحياتك، كل الشكر لكلامك الطيب. أميرة المليجي رجعت سألت هل الإنجليش لازم يكون بروفيشنال ولا مهم فقط أتواصل بس؟ بالنسبة للهجرة لأمريكا للممرضين لازم تكوني ناجحة بامتحان لغة إنجليزية معتمد، وكلمت عن الامتحانات هاي في فيديو منفصل. لكن عشان تشتغلي بالمستشفى لما توصل هناك طبعا لازم يكون في لغة، على الأقل إنك تعرف تتفاهم مع البشر. أنت راح تشتغلي مع مرضى، تعملي لهم هيلث اديوكيشن، تعملي لهم سايكولوجيكال سبورت، فما بينفع تحكي مع مريض او تقعدي مع المريض وانت بتعرفيش تركبي جمله. لكن شوي شوي بتتعلمي، لا تخافي، الكل هناك بيساعدك والكل بعلمك والكل ما بقصر معك. اميره سالت كمان مره تنصحني كيف اكون قوي باللغه الانجليزيه، انا ثانويه عامه بمجموع 97% وحاليا امتياز كليه تمريض. امتياز يعني على وش تخرج. في طرق كثيرة انك تقوي نفسك بالانجليزية، راح اتكلم عنها بكرة او بعده في فيديو بعنوان كيف تقوي نفسك في اللغة الانجليزية. استني، هل حضرتك متقن اللغة الانجليزية؟ يعني انا بتكلم جنرال انجليش وبحاول احسن من نفسي. راح اجاوبك على هذا السؤال، بس نصيحة لا تقارني نفسك بحدا. ما بصير اجي لواحد اشتغل في مكان معين او سافر الى بلد معينة واقول له انت قدرت تتخطى الموضوع الفلاني ولا لا، او قدرت تتعود على الموضوع الفلاني ولا لا. ما هو يمكن قدراته أقل من قدراتك، أو يمكن مختلفة أو عكس قدراتك أو أكثر، فأنت بهمك أنت شو وضعك أو شو هي قدراتك. بالنسبة لي أنا الحمد لله درست في الجامعة بالإنجليزي، درست في الكلية بالإنجليزي، معي تخصصين مش واحد. الثانوية العامة جبت بالإنجليزي 91 أو 92 أظن. لما نويت أكمل ماجستير كان في امتحان اسمه الامتحان الوطني للغة الإنجليزية، علامة النجاح 65%، أنا جيت فيه 86%، لكن ما دخلتش ماجستير لأنه ما كانش معي فلوس. لما قدمت لأمريكا قدمت الآيلس وجبت فيه العلامة اللي بدهم إياها، اللي هي 6.5 في كل جزء و6.5 بالمعدل و7 بالسبيكينج. فأنا بعتبر حالي إنسان متوسط أو مقبول، يعني لو رحت هناك مش راح أتغلب. لكن انت مش مطلوب منك يكون عندك دكتوراه باللغه الانجليزيه، المهم تعرف تركب جمل من 3 كلمات 4 كلمات، وشوي شوي مع الممارسه كل شيء بيحصل. اهم شيء انه اللي قبالك يفهم شو قصدك، وبعدين شوي شوي بتصيري. اسامه جلال بيقول ربنا يوفقك ويكرمك في كل القادم، مبارك لك والعائله الكريمه، من قصده عن قبول السفاره، الله يبارك فيك. محمد خالد بيقول 1000 مليون مبروك يا مستر محمد، الله يبارك فيك وعقبالك ان شاء الله. انا بعتذر للناس اللي اسمائهم غريبه، اللي بسمي حاله يوزر 1 2 3 يوزر اي بي سي، ما بعرف شو اساميكم، لكن باختصار اكثر من واحد برك لي. في النهايه كل الشكر كل الشكر كل الشكر للزملاء اللي ببعثوا لي الاسئله اول باول، وكل الشكر والاحترام للناس اللي باركوا لي بالقبول في السفاره، وان شاء الله عقبال عند الجميع. وبرضه برجع بقول لك اللي عنده سؤال يسال، وان شاء الله كل فتره بنعمل فيديو الرد على اسئله المتابعين. ولو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.